السلام الله عليكم، مرحبا بكم في قناة كارمن جوليا قارئة التارو والكوتشينا. إذا كنت الأول مرة تشاهد الفيديو بتاعنا، نطلب منك فضلا وليس أمرا أن تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد منزل في هذه القناة. بين قوسين ملاحظة، عندنا مسابقة يعني الشروط المسابقة: مشاهدة هذا الفيديو، عمل لايك، الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، وكتابة أكبر عدد من التعليقات بالسؤال بتاعك. بشرط السؤال يجب علي أن يتضمن اسمك وسنك إذا تسأل على حاجة خاصة بك أنت، وسؤال واحد، وإذا كانت علاقة عاطفية اسمك وسنك واسم الطرف الثاني وسنه، وسؤال واحد، مش هل يحبوني وهل سيتزوجوني، هل يحبوني علامة استفهام. تمام؟ تمام، إن شاء الله نتمنى الفوز للجميع، والإجابة على الفائزين حتكون في نهاية الفيديو إن شاء الله بتاع بكرة إن شاء الله. مجموعة أولى لموضوع النهاردة اللي هو: اختر كارت، ليه مش عارف أطلعه من دماغي، ليه بفكر فيه كتير، وهل هو كمان بفكر فيا. هيكون الاختيار باختيار الأحجار أو الأحرف. تمام، مجموعة أولى الحجر الأزرق، أو أول حرف من اسمكم: ألف واو نون ياء فاء هاء لام حاء باء سين طاء ضاد تل ذال. أو مجموعة ثانية: تاء ثاء جيم خاء راء زين شين صاد ضاد عين غاء غين قاف كاف وميم. أو اختيار الحجر الوردي ده أو البني على حسب ما هو يظهر لكم في الشاشة. نبدأ على بركة الله بتقسيم الأوراق على المجموعتين، وبعدين نبدأ مباشرة. تمام، أوراق المجموعة الأولى، أعتذر من كلام الجيران. مجموعة ثانية، مجموعة أولى ومجموعة ثانية. تمام، دول أصحاب المجموعة الأولى ودول أصحاب المجموعة الثانية، هنحطهم على حدة. تمام، نبدأ على بركة الله مع أصحاب المجموعة الأولى. ليه الشخص ده أو ليه مش عارف أطلعه من دماغي، وليه بفكر فيه كتير، وهل هو بفكر فيه. ثينكر، قلنا المفكر، قلنا ليه بفكر فيه مش قادر أطلعه من دماغي، وليه بفكر فيه كتير، وهل يفكر فيه. حطها هنا. غالبا هنا ما بينكم أنتم، أنت إنسان بتحب كل ما هو منطقي في حياتك، أصحاب المجموعة الأولى بتحبوا كل ما هو منطقي في حياتكم. يعني مثلا دخلت في علاقة عاوزها يعني ما تطولش وتكون مرسمة، حصلت مشاكل مع إنسان نحل المشاكل ونكمل علاقتنا، سواء مع صديق، سواء في علاقة عاطفية، سواء مع أحد من الأهل. غالبا أنتم صارمين في طريقة تفكيركم أو في أخذ القرارات،
ما بتحبوش العوج، ما بتحبوش اللف يمين وشمال، لف ودوران. غالبا الشخص ده مش قادر تطلعه أو مش قادرة تطلعيه من دماغك، لأن الإنسان ده في الأول قدم لك حاجة أو لقيت فيه هو حاجة كنت متمنياها. كلنا إحنا كبشر، رجل أو امرأة، في سن المراهقة يعني نفكر ونتصور شكل الإنسان اللي إحنا عاوزينه عشان نرتبط بيه، تفكيره، ملامحه، نصور صورة معينة في مخيلتنا. وغالبا أنتم مش قادرين تطلعوا الشخص ده من دماغكم، لأن الإنسان ده شفتوا فيه كل الحاجات اللي كنتم في عقل الباطن بتاعكم مصورينها من زمان. في نوع من التكافؤ ما بينكم أنتوا الاتنين. غالبا أنتوا سولميت، يعني تكافؤ فكري، تكافؤ ما بين عقلك الباطن وما بين ما اللي بتشوفه، ما بينك أنت وما بينه هو الشخص ده اللي مش قادر تطلعه من دماغك. غالبا هنا في طاقة للبعض منكم، من كتر الصرامة اللي عندكم أنتم، ربما أنتم دلوقتي منفصلين متباعدين حاجة زي كده، ربما أنتم من كتر الصدق بتاعكم، من كتر الصدق بتاعكم والمنطق بتاعكم، ربما تقدمتم بالحب أنتم في الخطوة الأولى للبعض منكم للشخص ده، والشخص ده رفضكم في الأول. الرفض الأول ده أو البجاحة، ما نقدرش نقول البجاحة، يعني طريقة فهمه لحبكم ليه كان غير مفهومكم أنتم. هو إنسان عملي وأنتم بتعبروا عن الحب والمشاعر بالأسطوانات وبالأغاني وبالشعر وكذا وكذا وكذا. فغالبا الشخص ده أنتم مش قادرين تطلعوا من دماغكم، لأنه زي ما قلت لكم أولا كنتوا رسمين في عقلكم ومخيلتكم الشخص ده هو اللي فيه المواصفات اللي أنا بدور عليها، لكن طريقتكم في التعامل معاه كانت غير طريقته هو في التعامل معاكم. طريقتكم في يعني انكم تبوحوا بحبكم ليه غير طريقته هو اللي بيصرح بحبه ليكم. في تكافؤ فكري ما بينكم، لكن في اختلاف في طريقه وجهه النظر. هنا غالبا زي ما قلت لكم انتم منفصلين، وفي تواصل فكري وروحي ما بينكم انتم الاثنين. غالبا لما بتزعلي او تزعل طاقتك بتوصل له، وهو كمان لما يزعل او تزعله لما يزعل هو طاقتكم انتم بتوصل له. لكن في الطاقتين من كتر ما في تكافؤ فكري ما بينكم قوي جدا، حتى ولو كنتم منفصلين، لما تفكري فيه بنرفزة وتقعدي انت عملت لي كده ليه وكذا، ما بينك وما بين نفسك في تفكيرك انت عملت كذا كذا كذا، توصل له الطاقة دي، فهو بيفكر نفس الطاقة. هي اللي اتعاملت معايا كده، ليه قالت لي كده، وليه عملت كده، يعني تتخانقوا بالتفكير من غير ما تكونوا مع بعض. تفكيركم يجذب تفكيره وتفكيره يجذب تفكيركم، فده اللي مش سايب التفكير، يعني دماغكم يتوقف من التفكير في الشخص ده. لا أنتم قادرين تتوقفوا من التفكير فيه، ولا هو قادر يتوقف من التفكير فيكم. ليه؟ لأنه في تكافؤ فكري فظيع جدا ما بينكم. غالبا الشخص ده أنتم بتغيروا عليه جدا، في غيرة تفكير. ليه أنتم مش عارفين تطلعوه من دماغكم؟ لأنه من كتر ما شفتوه الإنسان المثالي اللي صورتوه في مخيلاتكم، واللي المواصفات دي موجودة، لازالها موجودة في عقلكم الباطن، رغم أنكم منفصلين، رغم أنكم بتتخانقوا بالتفكير، إلا أنكم مش عاوزين حد تاني ياخد منكم الشخص ده، عاوزينه يرجع، أو عاوزينه يرجع زي ما كان في الأول. خوف من فقدان الشخص ده
مش يعني هو اللي موتركم، هو اللي دايما شاغل بالكم، هو اللي بيدفعكم على انكم تفكروا فيه دايما، سواء بالايام الحلوه اللي قضيتوها مع بعض، سواء بالخناقه اللي كانت ما بينكم او المشاكل اللي كانت ما بينكم. شايفين انه هو قضاء وقدر، علاقه قدريه من عند ربنا. لكن في نفس الوقت خايفين انه حد يتدخل ما بينكم، خايفين انه فيه حد ياخد الشخص ده منكم. فمن كتر تعلقكم بالشخص ده انتم ناسيين كل العالم المحيط بيكم، خايفين بس لو يعني لو حد يدخل في حياته خلاص انتم حياتكم هتبدأ تكون فاضية من اي شخص، مش يعني في تفكيركم فاهمين انه من غير الشخص ده فوق كوكب الارض مفيش حد غيره، مفيش حد هيقدر يعني ياخد مكانه في قلبكم او في عقلكم. الكارت ده بيقول ايه؟ ثينكر، المفكر. لو انتم مثلا عاوزين الشخص ده يتواصل معاكم اذا كنتم منفصلين او مطلقين، حاولوا انكم لما تعملوا التخاطر او تفكروا فيه ما تفكروش فيه بطاقة عدوانية، فكروا فيه بطاقة كويسة. انزعوا الغضب ده اللي في داخلكم، حاولوا تنزعوا الغضب ده، لان الغضب ده هو اللي بيبعد الشخص ده اكتر فاكتر منكم. ويجب عليكم انكم تفهموا ان كل انسان عنده طريقته الخاصة به هو اللي بيفكر فيها. انا مثلا تفكيري لوحده مش هتكون زي تفكيركم او زي تفكير كل واحد فيكم. كل واحد عنده طريقته للتعبير عن الحب، انتم عندكم طريقة رومانسية للتعبير عن الحب، لكن الشخص ده عنده طريقة لوحده، يعني مؤول شغله حاجاته هي الأولى، بعدين يجي الحب. انتم غالبا بتعبروا بالحب عن الحب بالأفعال، هو لأ، هو خلاص ضمن حبك اقعدي هنا، تعرفاني بحبك، ما تقعديش ليه ما ردتش عليا، ليه كذا، ليه كذا، ليه كذا، انا عندي شغلي، عندي مشاغلي، عندي اصحابي، عندي كذا، عندي كذا. لكن انتم وخاصة الستات مش قادرين تنسوا الانسان ده، لانكم انتم فضيتوا كل عقلكم، فضيتوا كل قلبكم وحطيتوا فيه الشخص ده، مفيش اهتمام تاني، فعشان كده مش قادرين تنسوا الانسان ده، او مش عارفين تطلعوه من دماغكم. حاولوا زي ما قلت لكم اذا عاوزين تجيبوا الشخص ده ناحيتكم، غيروا طريقه تفكيركم وانزعوا العدوانيه دي من ناحيه الشخص ده، يا اما تعملوا فرمطه او فورمتاج، يعني تنظيف للتفكير بتاعكم، وتنسوا الحاجات اللي مش كويسه وتفتكروا الحاجات الكويسه وتقعدوا تفكروا فيه عشان هو بيفكر في نفس الطاقه ويرجع لكم، يا اما اعملوا جلسات يوجا عشان تقدروا تهدنوا من نفسكم ومن روعكم، لانكم في زعل ما بينكم انتوا الاثنين غالبا، عشان كده مش قادرين تطلعوه من دماغكم، رغم انكم زعلانين منه، لكن في حب كبير من ناحيته، منكم انتوا لناحيته هو. تمام. دي كانت خلاصة لأصحاب المجموعة الأولى، ليه مش قادرين تطلعوه من دماغكم. نشوف دلوقتي أصحاب المجموعة الثانية اللي اختاروا بالأحرف تاء ثاء جيم خاء راء زين شين صاد ضاد عين غين قاف كاف وميم، أو اللي اختاروا الحجر الوردي ده أو البني ده على حسب ما هو يظهر لكم على الشاشة. تمام. نبدأ على بركة الله. To the sea، ناحية البحر أو في البحر أو للبحر. بصوا التفكير، احنا قلنا مش قادرين ازاي، ليه مش عارفة اطلعه من دماغي، وهنا فيه تفكير كبير جدا عندكم، تفكير فظيع جدا.
بصوا كده، غالبا انتم دخلتم في نوع من العزلة، دخلتم في نوع من العزلة ومش قادرين تطلعوا الشخص ده من دماغكم. بصوا الست دي لوحدها بتفكر في الشخص ده أهو وشه، بصوا له وشه، بتاكلوا بيه، بتناموا بيه، بتصحوا بيه، بتشتغلوا بيه، مفيش وقت، في انقطاع بالتفكير على الشخص ده، تفكير عالي جدا 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 في هو. وغالبا البعض منكم عمل نوع من التخاطر مع الشخص ده لكن لم يجد نتيجة. غالبا انتم هنا للبعض منكم مش قادرين تطلعوا الشخص ده من ناحيته، من تفكيركم، من دماغكم. ليه؟ لانكم حبيتوه محبة، مقدرش اقول لكم افلاطونية، مقدرش اقول لكم، مفيش كلمة تقدر تعبر عن كتر يعني سعة الحب ده اللي حبيتوه للشخص ده او للانسانة دي. المشكلة هنا مش قادرين تطلعوه من دماغكم لان الانسان ده غدر بيكم بطريقة ما كنتوش تتوقعوها خالص 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 من ناحيته. فيه استغلال مادي، الشخص ده استغل حبكم واستغلكم ماديا وخانكم وراح. بتدعوا عليه، بتدعوا على كارما، مستنيين كارما، رغم انكم بتدعوا عليه مستنيين رجوعه او اخبار منه او حركة منه على انه ضميره يصحى ويرجع لكم حاجاتكم، ويعني على الاقل يقول لكم اعتذر عن اللي عملته معاكم. غالبا الشخص ده انسان نرجسي او ثنائي القطب او انسان عنده حيلة، لم يبازلكم الحب زي ما انتم اديتوا له الحب ده. انتم اديتوا حب فياض، حب ملوش مثيل، لكن الشخص ده قابلكم بالاستغلال، استغل مشاعركم، استغل حنيتكم، استغل الطيبة بقلبكم، وانتم دلوقتي مش قادرين تطلعوه من دماغكم لانه في تخابط او التطام ما بين رغبة في الرجوع ورغبة في كارما تيجي من عند ربنا، لانكم مش قادرين تكملوا طريقكم من غير ما تصفوا اموركم مع الشخص ده. وفي نفس الوقت انتظار رهيب جدا انتم فيه، انتظار رجوع، انتظار حركة من عنده، انتظار عودة، أو على الأقل يصبح يحبكم بنفس الحب اللي حبيتوه بيه. لأن غالبا لحد دلوقتي حتى ولو كنتم مجروحين منه ومستنيين كارما من عند ربنا، لكن لحد دلوقتي لسه بتشعروا بالحب ده، في تعلق، تعلق بالشخص ده، لكن لعب عليكم لعبة منذ مدة وانتم لم تتفطنون ان الشخص ده، ان كانت نواياه نواية استغلال وليس نية حب. الشخص ده غالبا حتى ولو كنتم متجوزين او انتم متجوزين او انتم متطلقين وكنتم متجوزين، الشخص ده من الاول شخص اناني بيحب نفسه، وانتم غالبا عارفين الكلام ده عشان كده دخلتم في العزلة دي، مش قادرين تفكوا التعلق او التفكير في الشخص ده بسبب ما عمله فيكم. في اخبار مستنيينها، كارما مستنيينها، في غيرة في نفس الوقت، جراح عندكم لازم تعملوا تشافي، لا لازم تشافي، التشافي ده مش هتقدروا تعملوه الا اليوم اللي تقتنعوا ان الشخص ده مش كويس ليكم. عشان توصل الكارما ويصحى ضميره
ويطلب منكم انكم تسامحوه، يجب عليكم انكم تعملوا هدنة من التفكير ده. هتقولي لي طب ازاي وانا عاوزة ومش عارفة اعمل ازاي؟ ما تشغليش دماغك. بصي، انتم هنا في عزلة، ادخلتم نفسكم في عزلة، قاعدين بعض الأحيان تقرأوا الرسائل القديمة اللي كنتم تتبادلوا بيها، تبص كتير على الصور بتاعه، تعملي له، تحاولي إنك تعملي له تخاطر. ليه؟ لأنك مش عاوزة تقتنعي إن الشخص ده كان بيلعب بيكي، ما كانش نيته يعني، ما كانش عنده حب من ناحيتك. وبعتذر عن الكلام ده، عارفة إنه جارح. مفيش رغبة في الاقتناع إنه الشخص ده بيحب نفسه بس، ما بيحب الشخص تاني. هل الشخص ده بيفكر فيكي؟ حاليا ما بيفكرش فيكي للأسف، مشغول بشغله، بفلوسه، بمشروعه، بحاجاته كلها. هو بالنسبة ليه حكاية فضت، وخاصة الستات اللي عندهم علاقة مع رجل متزوج، فهو غالبا متعدد العلاقات الشخص ده. وهو عنده طريقة من الصغر يعرف إزاي يتنصل منطقة التفكير في شخص، في أي شخص كان في حياته، بإشغال نفسه مع حد تاني. إزاي تنسيه، وإزاي تفك التعلق، وإزاي تخرجيه من دماغك؟ يجب عليك إنك تخرجي من العزلة دي وتشغلي نفسك بحاجات. امسحي صوره، امسحي المحادثات اللي كانت ما بينكم كده. لما يكون عندك حنين ليه، مش هتلقي حاجة تفكرك بيه، هيبدأ عقلك الباطن الذكريات اللي فيه تتلاشى وتختفي، فهتكون عندك القدرة على انك تصحي من درو جديد وتفكي التعلق ده وتوقفي التفكير في الشخص ده وتخرجيه من دماغك تماما، زي ما نشوف الكارت ده. لانه غالبا في شخص احسن منه جايلك في طريقك، في شخص أحسن منه أو في إنسان أحسن منها جاي لكم في الطريق إن شاء الله. تمام. إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو. أقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وما تنسوش تشتركوا في المسابقة عشان نختاركم كفائزين للإجابة عليكم في آخر الفيديو. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى. مع السلامة.